تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في شهر كانون أول من كل عام بعيد القديسة بربارا، حيث ترأس المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا القداسة الإلهية بهذه المناسبة في كنيسة النبي إيليا والقديسة بربارا للروم الأرثوذكس في منطقة أبونصير، بمعاونة راعي الكنيسة الأب سرافيم السلمان وبمشاركة أبناء الرعية. احتفلنا اليوم بعيد القديسة بربارا اللي هي شهيدة الإيمان المسيحي اللي ضحت بحياتها في سبيل السيد المسيح والكنيسة. فاليوم يعني كان الاحتفال بهذه المناسبة. قديسة بربارا فهي شفيعة هذه الكنيسة بالإضافة إلى النبي إيليا. فدائما كل هاي المناسبات نحتفل فيها بهاي الكنيسة اللي الله يعني يعطينا الصحة نستمر في هذه الاحتفالات وفي خدمة الرعية وفي خدمة الكنيسة. هذا فخر إن إنه نخدم. كما أقامت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس احتفالا بعيد القديسة بربارا، حضره المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا وعدد من الآباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية، حيث تضمن الاحتفال إلقاء كلمات وتقديم عرض مسرحي من وحي المناسبة. كل سنة وانتم سالمين. باسمي وباسم مجموعة كشافة ومرشدات الروم الأرثوذكس الصوفية منعيدكم ونحكي لكم كل سنة وانتم سالمين وعيد بربارة وعيد ميلاد ورأس سنة مجيدة. احنا اليوم بنحتفل بعيد القديسة بربارة، واليوم في عنا مسرحية من عمل الأفراد الكشاف، بالإضافة لعنا توزيع البربارة وكلمة لأبونا. منحب نعيدكم ونحكي لكم كل سنة وانتم سالمين بهذه الأعياد وبهذه الأيام المباركة، وإن شاء الله كل سنة وانتم سالمين وأهلا وسهلا فيكم عنا بكنيستنا.